أريج بودكاست. تكررت في الفترة الأخيرة حالات الوفاة التي تحدث بسبب الأخطاء الطبية. بين تلك الحالات حالة الحاجة أم مصطفى. الجراح كان يرهب الحجة إنه أنا يا أمي بدي أعمل لك العملية هاي بالطريقة المنظار لحتى ما تعجزي، حتى أولادك ما يخدموك، أنا بدي إياك أنت تخدمي نفسك. والحجة طبعاً قالت له يعني اللي أنت بتشوفه مناسب، أنا زي والدتك. لكنها توفيت بعد أيام معدودة من إجراء العملية، ومن ثم قام أبناؤها برفع قضية على الطبيب الجراح، لكنهم فوجئوا بأن هذه النوعية من القضايا تحتاج إلى سنوات طويلة للبت فيها. فما هي المعايير والتعريفات القانونية للخطأ الطبي؟ وما هي الجهة المنوطة بتقديم التقرير الفني الذي يعتمد عليه القاضي لإصدار حكمه؟ وما هي المعوقات التي تطيل مدة التقاضي؟ وكيف يمكن حلها؟ وهل قانون المسؤولية الطبية يحتاج إلى إعادة النظر في تعريف الخطأ الطبي؟ تقابلنا مع مصطفى ابن المتوفى لنسمع منه القصة كاملة. 100 واط من أريج بودكاست. إعداد هديل فايز الطوالبة. الوالدة يعني بشكل مفاجئ صار عندها ألم في بطنها، فتوجهنا أنا وأخوي لمستشفى الخاص. إجا الطبيب الجراح قال الحجة عندها ثقب في القولون، وخوفنا من العملية الجراحية، خلينا نحكي فتح البطن. كان يرهب الحجة إنه أنا يا أمي بدي أعمل لك العملية هاي بالطريقة المنظار لحتى ما تعجزي. والحجة طبعاً قالت له يعني اللي أنت بتشوفه مناسب، أنا زي والدتك. طبيب التخدير شاف الوالدة، الوالدة كان عمرها 71 سنة. لما شاف عمر الوالدة وشاف تقرير الصورة الطبقية يؤكد بأن هناك التصاق تام ما بين المرارة والقولون، رفض أنه يتم هذه العملية بطريقة المنظار، وحكى أنه يعني لازم بطريقة الجراح. لما جاء الجراح قال هذا طبيب التخدير قلبه ضعيف، وبالفعل بدل طبيب التخدير، جاء طبيب تخدير ثاني، وقام الجراح إزالة المرارة مع قص جزء من القولون، وطلع من العملية بعد ساعتين. قال العملية ناجحة تمام 100%، ما في أي مشاكل، الأمور الحمد لله 100%، وإن شاء الله شوي وبتصحى وأمورها بتصير كويسة وإلى آخر. الخميس صباحاً الحجة غادرة. الجمعة بعد خروجها من المستشفى في يوم واحد لفظاً هكذا يعني حكت أنا في ألم ببطني، فلت إشي ببطني. تم نقل الوالدة رحمه الله إلى الطوارئ، وجاء الطبيب بعد حوالي ربع ساعة وشافها، كشف عليها بشكل سرير يعني، وقال ما في شيء بخوف، الأمور منيحة، عندها شوية غازات، عندها شوية انتفاخات والأمور طيبة. طلب من الممرضات يعطوها المسكن وبجرعة قوية. وجهنا للطبيب قلنا له يا دكتور في شيء غلط، الوالدة بطنها قاعد بزيد، صار لها يومين ما نامت. يقول لك لا ما في شيء، التهاب بنكرياس والأمور منيحة وإلى آخره. طبعاً الوالدة من اللحظة اللي حكت فيها فلت إشي البطني، من هذه اللحظة يعني إلى تاريخ إجراء العملية الجراحية الثانية تبين لنا فيما بعد، كانت فاتحة مكان العملية في القولون فاتح كامل، وهذا الانتفاخ كان عبارة عن تجمع للبراز والأوساخ. هلا الطبيب يعني ثبت الخطأ عنده، نادانا على المكتب وقال يعني هناك احتمال لخطأ في العملية، وإذا كان في هناك خطأ أنا أتحمل المسؤولية أنا كجراح وليس الطبيب الباطني. هذا الحكي بعد ثلاث أيام، جمعة وسبت وأحد. صبر الطبيب على المريضة الوالدة رحمها الله من الجمعة وهي شكت أن هناك اتفاخ بالبطن، في إشي في التب بطنها، من الجمعة إلى الأحد هو اللي قتلها، سمح للتسمم ينتشر للمرحلة التي أدت إلى الوفاة، وهي بالنهاية أقدار، ولكن قدرها كان على إيده.
احنا رفعنا قضيه عند الادعاء العام، يعني الان يقررون اذا كان هناك هذا الخطا طبي ام مضاعفات عمليه. والى الان الجراح اؤكد بانه يمارس عمله الجراحي بكل اريحيه وكانه يتعامل مع يعني مش بشر. بعد فوات الاوان قام الطبيب بالفحص واعترف بحدوث خطأ في تنفيذ العملية الجراحية. في نهاية الأمر توفيت الحاجة أم مصطفى، وقام أهلها برفع قضية ليثور السؤال القانوني: ما هو تعريف الخطأ الطبي وفقاً للقانون الأردني؟ ذهبنا إلى السيد أنس جوهر المحامي وتوجهنا إليه بهذا السؤال. انتقادات لقانون المسؤولية الطبية والصحية، وهي انتقاد قانوني بحت، وأنا شايفه من وجهة نظري أنه في مخالفة تكاد ترتقي لأنها مخالفة دستورية أو مخالفة لقانون العقوبات، اللي هو تعريف الخطأ الطبي. شو عرف المشرع في قانون المسؤولية الطبية والصحية الخطأ الطبي؟ بيحكي أنه أي فعل أو ترك أو إهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر. ابتداءً المشرع بالبداية كان كثير موفق بالتعريف، بعدين حكى لنا ضمن بيئة العمل المتاحة. بيئة العمل المتاحة المقصود فيها المكان اللي بتقدم فيه الخدمة الطبية. فإحنا نحكي في المنطقة النائية ممكن ما يتحاسب إذا ارتكب نفس الفعل اللي بيرتكبه الدكتور في مستشفى جامعي. فإحنا صار عندنا عدم مساواة بين الجناة على فرض أنهم هم جناة. فتعريف الخطأ الطبي بده إعادة صياغة، وفي كمان تحفظ بس هو أقل من هذا الموضوع، اللي هو ينجم عنه ضرر. يعني ربط وجود الخطأ الطبي وجود ضرر. بالمجمل قانون المسؤولية الطبية الصحية فيه ثغرات فظيعة، خلينا نحكي ثغرات بحاجة لتدخل طارئ من المشرع لتعديلها، بحيث أنه يكون هذا القانون قابل للتفعيل بشكل 100%، يعني ما إلا إذا كان فيه إحصائيات معمولة أنا ما اطلعت عليها. يرى السيد أنس جوهر أن قانون المسؤولية الطبية بحاجة إلى إعادة تدخل من المشرع لوجود ثغرات قانونية وفنية في تعريف الخطأ الطبي، وذلك بحكم خبرته السابقة في القطاع الطبي كفني تخدير. لكن ومع تلك الثغرات سألناه: ما هي الجهة المنوطة بتقدير نوع الخطأ المرتكب؟ وهل لديها الخبرة الكافية لتوصيفه حتى تسهل على القاضي إصدار الحكم؟ وجود هاي اللجنة الفنية كفكرة عامة هي فكرة جيدة، لكن لو بنمحص فيها من ناحية قانونية فبنلاقي فيها شوية مشاكل تشريعية وتضارب بينها وبين قوانين أخرى، وأهمها أنه الخبرة الفنية طبية يجب أن تجرب بواسطة المحكمة وبمعرفة ودراية المحكمة، وذلك لأسباب كثير من ضمنها حيادية الخبراء والخصوم. يعني النقطة هاي، ونقطة ثانية اللي هو حلفان اليمين. القوانين الأردنية بتحتم إنه على الخبير حلف اليمين قبل الشروع بالخبرة لبيان حياديته إنه يبذل فيها كل الجهد. بحسب السيد جوهر توجد بعض المشاكل في تكوين اللجنة الفنية مما يدحض حياديتها، فتقابلنا مع الدكتور مؤمن الحديدي العضو السابق في اللجنة الفنية المنوطة برفع التقارير التي تحدد هل ارتكب خطأ طبي أم لا، لنسأله عن تلك اللجنة ورأيه في طريقة تكوينها وأسلوب عملها بحكم خبرته السابقة بالعمل بتلك اللجنة، ولماذا استقال من هذا العمل. اللجنة الفنية العليا هاي مكونة من 5 أطباء من مختلف التخصصات، وفيها أيضاً ممرضة و2 من أطباء الأسنان، وفيها أيضاً مستشار قانوني، وفيها مندوب للأجهزة للمختبرات. للأسف هذه اللجنة يعني اختلط عليها الأمر، فبطلت تعرف هل هم خبراء ولا هل هم بدهم يختاروا خبراء. فلذلك أنا شعرت أنه هذا الاضطراب، وطالبت عدة مرات بتوضيح الأدوار وتكون مكتوبة وصدور تعليمات توضح كيفية إدارة الزمن وكيفية إدارة المدد،
أيضا كيفية وضع المكافآت للخبراء، هذا كلياته ما تمش. واستقلت منها بهدف تصويب الأوضاع، وما تصورت أي شيء بدون شفافية، بدون الحوكمة الرشيدة اللي بنسميها governance، ما بنعرف وين أغلاطنا. أعتقد أنه راح يجي الوقت المناسب وكل واحد يحس أنه هذه رسالة وليست وظيفة، وبالتالي نحن لا نتعامل بوظائف نأخذ منها راتب، وإنما نتعامل برسالة تهدف إلى تحقيق العدل في مجتمعنا. إذن استقال الدكتور الحديدي من اللجنة عندما شعر أنها تحولت إلى وظيفة للحصول على الراتب وليست رسالة تهدف إلى تحقيق العدالة، لتبقى مشاكل الأخطاء الطبية قائمة دون تقديم حلول ترفع مستوى الخدمة الطبية وتعفي المجتمع من التعرض للمآسي، ودون حدوث تدخل تشريعي يراعي كل الأبعاد القانونية والفنية ويضع النقاط التائهة فوق حروفها الصحيحة حتى نصل إلى العدالة الناجزة. فالعدالة البطيئة أشد أنواع الظلم. كان هذا 100 وط من آريج بودكاست.